يتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى تونس لرئاسة وفد بلاده في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين الذي سيعقد في تونس خلال اليومين المقبلين. قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن شكري سيلتقي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، فضلا عن وزير الخارجية خميس الجهناوي، لمناقشة المستجدات الإقليمية وعلى رأسها ليبيا وبحث التعاون لمكافحة الإرهاب. دكتور مختار، ما دلالة زيارة شكري في هذا التوقيت إلى تونس، وهل تتوقع أن هذه الزيارة مرتبطة بمناقشة ما يحدث من المستجدات على الساحة الليبية؟ صحيح، قولا واحدا، انا من وجهه نظري هي اهم ما فيها هي المستجدات على الساحه الليبيه. الجزء المهم جدا تاني ان قلنا وما زلنا نقول بانه المشكله الليبيه اذا تم التوافق في الرؤى ما بين القوى العربيه المحيطه بليبيا نستطيع ان نصل الى حلول كثيره جدا فيما هو موجود بداخلها. مصر، تونس، الجزائر، يا سلام لو ضمنا السودان، ولا مانع من وجود تشاد كعنصر خامس مع القوى الأربع، وبدرجة أو بأخرى نتحدث بشفافية ما هي آليات الحل داخل ليبيا وما هي مواجهة الواقع المسلح أو المتشدد أو الإرهابي الموجود داخل الساحة الليبية، وما هو عنصر التوافق ما بين القوى الأربع أو القوى الخمسة اللي محيطين بليبيا في وجود حلول بدرجة أو بأخرى تطرح على الساحة الليبية. وبدرجة كبيرة جدا قلنا أن هذا التطاحن السياسي ما بين الأطراف السياسية الموجودة داخل الساحة الليبية إذا استطعنا أن نوفق ما بين هذه الأطراف السياسية استطعنا أن ننهي جزء كبير جدا من معضلات الأزمة الليبية. زيارة شكري في المقام الأول من وجهة نظري لتونس هي زيارة لبحث القضية الليبية، وربما تتطرق إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين.